كش مالك يا باشا. برضه كش مالك يا باشا. بقولك يا باشا، مش ملاحظ ان العساكر بتوعك محتاجين يطلعوا فرقة؟ هو ليه الأداء ضاد جيم كده النهارده؟ ضاد جيم مين يا هشام بيه؟ انت عارف ان انا لعيب قديم، ده انت دوب لسه من الاشبال. مش قوي كده يا باشا. لا قوي يا اخويا، قوي يا حبيبي. يا ابني يا حبيبي، ده انا كنت الدبوره وانت يا دوب لسه ورور في سنه اولى. ماشي ماشي يا كبير، طول عمرك ضابط قدير يا باشا. طول عمري قدير. يلا بقى يا سيف، العشاء جاهز. مين اللي غالب بقى؟ جوزك يا ستي هو اللي غالب على وشك، يعني هو بس فاضل له حركه واحده. معقول ده؟ ده انا حتى اللي انا اعرفه عن حضرتك انك جامد قوي في الشطرنج. ما تصدقيش جوزك، الملك لسه عايش ما ماتش. بس انت في موقف محرج يا باشا. العب. يلا بقى يا سيف، زمان الناس جعوا قوي. لا يجوعوا، العب. يلعب ايه بقى؟ ما انت اتغلبت وخلاص. سيف الحديد ما بيتغلبش. الملك مات يا باشا. منور هشام بيه. ده نورك يا سيف باشا. منوره يا هانم. ميرسي يا فندم، ميرسي. اهلا وسهلا. هشام بيه، الواد اللي جالنا الصبح بتاع المنشورات ماله يا باشا؟ الواد ده ملفه نضيف؟ طبعا يا باشا، ولا ما كنتش سبته؟ مش عارف ليه يا اخي، انا مش مرتاح للواد ده يا باشا. ده واد غلبان، شكله ملوش في الحاجات دي خالص، ابيض. شكل ايه يا هشام بيه؟ وانا اخد له صوره ولا ايه؟ قول لي شكله وانا احكي لكم بقى حكايه بمناسبه الشكل ده. زمان وانا صغير، فاكر طبعا كان والدي بيشتغل في البوليس السياسي. طبعا يا باشا. كان في عندنا جاره اسمها طنط فرخنده. طنط فرخنده دي كانت ست كده عندها حوالي 70 حاجه و70 سنه يعني. كانت ست مشلوله، طيبه قوي، كل الناس تحب تزورها. تبص في وشها تحس انت شايف ملاك يسلك نحات ويطير. اهل المنطقه كانوا يحبوا الست دي قوي، ويروحوا عندها يزوروها يعني ويودوها كده. وبالتالي طبعا كانت عارفه اسرار كل السكان. بعدها بفتره كبسوا عليها واكتشفوا انها جاسوسه وعندها تقارير بحاله كل سكان المنطقه، ومن ضمنهم ابويا. يا نهار اسود، كل ده يحصل من طنط فرخنده؟ انا بقول لك مش بالشكل يا هشام. مش بالشكل. وعلى فكره بقى ما طلعتش مشلوله، قامت من على الكرسي ايه؟ جري رهوان. فرخنده بقى. منور يا جميل. الله يخليك. الله يخليك يا سيف. ايه يا سيف؟ مش كفايه شو الكلام في الشغل بقى ولا ايه؟ طيب خلاص. مامي مامي، انا حبيت طنط سيام قوي. يا حنين قلبي، طنط سيام ودون عين طنط سيام حياتي. انا اول مره الاقي هايدي متعلقه بحد بالشكل ده. انت عملت لها ايه يا سيامال؟ ولا حاجه، زي ما هي ارتاحت لي انا كمان ارتحت لها قوي. مامي انا عايزه فانيه. حاضر يا روح مامي. مامي انا عايزه فانيه. وانا بعمل ايه؟ الله، انا اقطعلك انا كمان واكلك بايدي. يلا يا قمر. بقولك ايه يا باشا، مش ناوي سعادتك بقى تكمل سلالة الحديدي وتجيب لنا كام حديدي صغير كده يلعبوا في البيت ويملوه عليكو؟ هيحصل هيحصل، بس زي ما تقول كده يعني انا وسهام مش فاضيين، بس هيحصل هيحصل. دوق المحشي عشان بيعجبك قوي. تسلم ايديك يا فندم، تسلم ايديك. بصراحة حضرتك نفسك حلو قوي في الأكل. بالهنا والشفا، بالعكس ده انتوا منورينا. أجيب لك عصير يا سيف؟ أنا شبعت وعايز أنام. إيه ده؟ دي هايدي نامت. مش ملاحظة إن سيف قلب فجأة كده و تقريبا طردنا؟ لا وتقريبا ليه؟ هو طردنا فعلا، احنا هنكذب؟ فعلا من ساعة ما جبت له صورة الخلفة والعيال. ما يكونش عندهم مشكلة في الخلفة؟ والله ممكن،
وبعدين اللي انا فهمته من مراته ان هما متجوزين بقالهم وقت طويل قوي. يا نهار ازرق، ده انا شكلي عكيت ولبخت الدنيا كلها. ولبخت ليه؟ انت ما تعرفش حاجه اساسا يعني. لا بس انا مش حابب ان انا اضايقه يعني، بس انت ما تعرفيش الراجل ده، الراجل ده لما بيقفش بيبقى اتم وخنيق. يا حبيبي ما تكبرش الموضوع قوي كده، وبعدين لما تشوفه المره الجايه ما تفتحش معاه الموضوع وخلاص. بس بقى يا منال احسن، انا متضايق قوي بجد دلوقتي. ليه يا حبيبي؟ في ايه مالك؟ هموت واعرف طنط فرخان ده فين دلوقتي. يوه انت كده، الواحد ما يعرفش غلطك ابدا. انا ما بغلطش، ايه اللي انا غلطت فيه النهارده؟ ايه القضيه اللي كنت فيها دي؟ ده انت تقريبا طردت الناس. ده مش موضوعنا، خلينا في المهم. ايه الاوفر اللي انت كنت فيه النهارده ده؟ اوفر ايه اللي بتتكلم عنه؟ عماله بتلعبي في البنت وعماله بتهنيني فيها لما شطت فيكي وقرفتنا. دول ضيوفك يا سيف ولازم ابقى ذوق معاهم. بس انت مش ملاحظه ان انت كنت مركزه مع البنت زياده عن اللازم؟ الاطفال احباب الله، وبعدين فيها ايه دي؟ فيها انك بتحني للامومه يا هانم، نفسك تبقي ام. ايه سيف، انت عايز تتخانق معايا وخلاص؟ هي الامومه ناقعه عليكي قوي كده؟ هو انا اتكلمت يا اخي؟ ما انا عايشه معاك اهو راضيه وساكته. بتعايريني ولا ايه؟ رد عليا. انا ما بعايركش، انا ما كنتش اقصد. امال قصدك ايه؟ لا، مش سيف الحديد اللي يعيش مع واحده تعايره او تعطف عليه. انا هصرف اللي ورايا واللي قدامي، هتعالج. هتعالج ليه؟ انا اصلا سليم. ايوه انا سليم، انا سليم ومفيش اي حاجه خالص. انت عايزه تعاليني بالعافيه؟ السلام عليكم. السلام عليكم. استغفر الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. زعلش مني يا أنا مش زعلان منك يا ابني، أنا زعلان عليك. السياسة دي أصلي سكتها خطر ومرها أكتر من حلوها بكتير. أنت مش مصدقني ليه يابا؟ والله العظيم الموضوع مش زي ما أنت فاهمه. أنا مصدقك، مصدقك يا آدم، بس برضه حتى لو كانت رجلك جت غلط أنت برضه غلطان. غلطان في إيه بس يابا؟ طب في إيه؟ لما تشوف مظاهرة تبعد عنها. أبعد عنها؟ للدرجة دي يابا؟ أيوه طبعا، للدرجة دي ونص كمان. أيوه بابا، بس المظاهرات دي اتعملت عشان الناس تقول رأيها، وبعدين ده مش في مصر بس، ده في العالم كله. طب أسألك سؤال. اسأل. عمرك شفت مظاهرة عندنا جابت نتيجة أو غيرت حاجة؟ يا ابني آخرة المظاهرات إيه؟ ما ديك شفت؟ بياخدوا العيال على أمن الدولة يضربوهم ويهزقوهم، مش هم لوحديهم، هم وأهاليهم. وفيه شباب زي الورد أهاليهم ما بيشوفوهمش تاني. وأنا يا ابني محتاج لك علشان تاخد بالك من أمك وأخواتك، وبعدين اطمن، التغيير هيحصل هيحصل. يوم ما الفوران اللي في قلوبكم أنت والشباب اللي زيك ما يتنقل لبقية الناس. يا آدم يا ابني، الدنيا ليها ناس والاخر ليها ناس، ربنا يجعلنا احنا من اهل الاخر، انما الدنيا بقى نسيبها اللي حزنها. تاخذنيش يا بقى، كلامك ده شوقني للانتحار. بس انا واخد على خاطر منك يا عم امين. ايه؟ ما ينفعش يعني مش انا في وشي كده وتقول
اديني بدايه لما يعني قدامي. تعرف انا ما زعلنيش الالم ده خالص، من زعلني بس الكلام اللي حضرتك قلته لي. فاكر نفسك بتصرف وبتساعد، وكله من خيرك يا عم امين. بعدين يابا ربنا يقدرني عشان يخليك انت وامي واخواتي مش محتاجين اي حاجه. يابا انت لازمتك على راسي. هقول لي بقى، دعيت لي وانت بتصلي ولا كنت لسه زعلان مني؟ اخيبه انا ليا مين ادعي له غيركم؟ تعال. لسه زعلان؟ ازعل ايه بقى، ده انت زي ولادي. تصبح على خير. طبعا حستني. طيب يا حبيبتي، طيب يلا اكلمك بعدين. حبيبتي، وحبيبتي دي بقى ايه اللي مصحيها لغايه دلوقتي؟ بتكلمي مين يا بطه؟ دي 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 ولا ده 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 ده؟ بتكلمي مين يا بطه؟ دي واحده صاحبتي. بدأنا الموضوع بكده يبقى هتشوفي وش مني زي الزفت. بتكلمي مين يا بت؟ بص بصراحة يا ادم، ده واحد اسمه مرزوق. مين مرزوق ده؟ ولا بيزفت ايه؟ ولا عرفتيه فين ده؟ بص يا ادم، انا هحكي لك على كل حاجة، بس اوعدني ان هو يفضل سر ما بيننا. احكي يا ماما، احكي يا حبيبتي، بس احكي بصراحة. عايز يخطبني. كلمة جد؟ طب ولما هو عايز يخطبك بجد بقى، ما جاش للبيت قابلنا؟ انا اللي ما كنتش عايزه، كنت مستنيه الوقت المناسب. وامتى بقى روح خالتك الوقت المناسب؟ اللي تشوفه يا ادم. انا عايز اقابل الواد ده. اتفقنا؟ اتفقنا. كبرت يا بت؟ تتخطبي؟ ها؟ تعالي كمان واحد. عدت البوليس، عدت البوليس. ألف سلامة عليك يا حبيبي. يسلمك. اطمنوا يا جماعة، جت سليمة الحمد لله. أسفين يا دكتور، جبتك على ملا وشك. يعني هو كويس يا دكتور؟ الحمد لله. طبعا إذنكم. كتر خيركم يا جماعة، أنا الحمد لله كويس. يا حبيبي يا ابني، منه لله البعيد، ربنا ينتقم منه أشد انتقام. قادر يا كريم يا رب. هو ادم سابه ده؟ ادعى علقه موت. ربنا يحميك يا ادم، ده انا ما شفتش في شهامتك وجدعنتك دي حد ابدا. ليه بقى ان شاء الله؟ وعمل ايه يا زلمه اللي انا عملته؟ ما انا مسكت الحرام اديته علقه موت، لولا هو اللي جه انقذه من ايدي. حصل حصل. ويا تعويره قدام ده من ايه عمل بيه؟ ها؟ لا ده انا كنت بحلق وبعدين وقعت على الفازه. حصل حصل. الحمد لله يا صاحبي. ادم ما تخافش على اجفاره. مش غريب عليك والله يا ادم، هي دي اخلاق ولاد الكانتري. شكرين على المعلومه يا خواجه. من فضلكم يا جماعه، الدكتور قال الكلام خطر على ادم. اتفضلوا اتفضلوا. تصبح على خير، تصبح على خير، عايزين ننام. اتفضل حضرتك، اتفضل حضرتك. انا مش فاهم، بس الواد ده بيجري ورا المشاكل ولا المشاكل هي اللي بتجري وراه؟ كبد عليك يا ضنايا يا ابني، طول عمره في حاله ودايما متصاب. ايوه، خليك انت في كبدي ويا ضنايا لغايه اما رقت جنبك، او لا قادر يتحرك ولا يروح شغله. كراي امين، مالك شد السلخ عليا انا والبيت كده ليه؟ عندي حق ولا ما عنديش حق؟ بصراحه مالكش حق،
احنا عيلنا زي الفل، وانا مربيهم كويس وزرعت ربنا سبحانه وتعالى جواه. لازم تفرح ان ابنك راجل وشهم. الشهامه ما بتجيبش حقها اليومين دولت يا صبرا، واديك شفتي. يعني كنت هتفرحي لو ابنك راح فيها؟ بعد الشر ان شاء الله اللي يكرهه يا رب. استغفر الله العظيم. صباح على خير. انت من اهله، صبرني يا رب، صبرني على انا فيه. انت متهم بالتخابر مع دولة اجنبية للاضرار بمصالح امن الدولة العليا. انا ده انا غلبان يا باشا. سعادتك انا لا يمكن اضرب مصالح بلدي ولا يمكن اتجسس على بلدي لصالح اي حد. امال تفسر بايه المعلومات والمكالمات اللي انت سجلتها ورحت بعتها لما كنت شغال في شركة الاتصالات؟ يا باشا المعلومات على قفا ما نشيل، وبعدين احنا في عصر المعلومة يا بيه. تتستابل يلا ولا ايه؟ هبعت اجيب ماما. كل الناس يا بيه بتبادل معلومات ولا هي جت عليا؟ وبعدين يا بيه المعلومات كل يوم على النت بتكون رايحه جايه. يعني اللي على النت حاجه واللي انت عملته حاجه تانية. يا باشا دي معلومات عاديه. هو التجسس ايه غير بيع معلومات؟ ممكن تكون عاديه بالنسبه لك لكن مهمه لغيرك. شكلك كده ملاوع ومش هتجيب الذوق. انا فعلا فعلا بعت معلومات وقبضت الثمن، بس ما كنتش عارف ان هي المخابرات اجنبيه. وتبيع ليه من اصله؟ لاني فقير، فقير ما صدقت لقيت اي حاجه عندي ممكن ابيعها. ما سالتش نفسك يا رحمك هما بيشتروا منك المعلومات دي ليه؟ انت يالا ما سالتش. كان كل اللي منها ابيع بكام؟ يا باشا بلدي ما تتقدرش بفلوس، البلد دي مليانه فلوس بس مش مع كل الناس. انت عقود بقى او من غلبي. طول عمري بتحوم في دوامة فهري. مفيش مرة واحد فكر اني مد ايده ويساعدني. عفوا، الفقر عمره ما كان مبرر للخيانة وقلة الاصل. في ناس ممكن تموت من الجوع ولا يمكن تخون اهلها وناسها. مش كل الناس يا باشا، مش كل الناس. في ناس مستعده تبيع عين من عينيها او عين من عيالها علشان تدوس على الفقر اللي طحنها. انما صدقني يا باشا كلنا عايزين نبقى ملايكه، انما لو ما عرفناش بنتحول غصب عننا لشياطين، شياطين علشان نقدر نعيش. يا خال بتعمل ايه يا خال؟ بتهد البيت في ايه؟ ويل لمن يريد ان يحيا مرفوع الراس في عصر انحنت فيه كل الرؤوس. حكمه قديمه لكن عجيبه يا ادم. الصباح الزباله ده على الصبح. ايه الحكمه دي يا خال؟ جبتها منين؟ من عند صيدليه الاسعاف كده وانت داخل على اليمين. ايه جبتها منين؟ انا كنت بقرا زمان. بجد خير والله؟ كنت بقرا زمان؟ ايوه زمان قبل ما يخترعوا النت. اي حد كان لازم يتثقف. دلوقتي اي معلومه تخش على النت تجيبها. ومعلقش في دماغك بقى غير الجمله الزباله دي؟ طبعا يا ادم. الحقيقه يا ادم، الحقيقه دلوقتي اللي عاوز لقمه عيشه بيحسس عليها في الضلمه وبيدور عليها، ولو رفعت راسك لفوق او امتها السيف يطيرها لك اللي هتلاقي رقبتك ولا لقمة عيشك. ايه التفاؤل ده يا خال؟ ايه التفاؤل اللي على الصبح ده؟ استغفر الله العظيم يا رب. يا خال ربنا كبير يا خال، وبيرزق الدودة في بطن الحجر، مش هيرزقنا احنا؟ صفي قلبك بس انت. ونعم بالله. حلو قوي. ما دام وافقتني بقى انا كمان موافقك على الجملة الحلوة دي، بس هنزود حاجة طفيفة بس. حاجة صغيرة كده بس. طفيفة. ماشي؟ طفيفة يعني ايه؟ بتعمل ايه؟ طفيفة خفيفة كده. بس القلم الاحمر ده من عندك؟ جه في دماغي بس مطلع كده. مطلع؟ ويل لمن؟ ايه؟ ايه اللي انت عملته ده؟ ايه يا عم؟ ايه؟
ايه ويل لمن لا يريد؟ ايوه ويل لمن لا يريد يا عم، على الاقل فيها احترام وتفاؤل كده، مش تشاؤم وسواد. ويل لمن لا يريد ان يحيا مرفوع الراس في عصر انحلت فيه الرؤوس. احترام من مين؟ من الناس الشريفه. فين الشرفاء دول؟ موجودين يا خال موجودين، بس انت بس فالح تبص النص الكوبايه الفاضي وتسيب المليان. نص فاضي ونص مليان ايه؟ هو في ادم كوبايه قدامي من اصله؟ وبعدين ازاي يا ابني؟ ازاي اعيش في وسط المنحرفين والحراميه؟ منك تبقى محترم ومركز في نفسك وفي شغلك، وما تبصش لرزق الناس وتقول اشمعنى انا؟ في وسط الحراميه؟ يا عم انت مالك بالحراميه يا عم؟ ما تركز في نفسك يا عم، كويس كويس لنفسك. ادي الشعارات اللي احنا فالحين بيها، الشعارات دي ما بقراهاش الا في الكتب والروايات. كل علمك بقى ادم. بص انا هرجعها تاني عشان خاطر خيال، عشان خاطر، عشان خاطر سيبها كده. احنا محتاجين لاي كلمه نتصبر بيها وتدينا امل، مش كده يا خال؟ خال الخال حاله مال. ولد انت ايه يا بنتي؟ وبعدين معاكي بقى يا عليا، انت مش ناويه تجيبيها لبر ابدا؟ ليه؟ هو انا بعمل حاجه غلط؟ اه طبعا، لو رحت اتدربتي في الجريده دي بتاعه المعارضه ابوكي هيزعل. ماما ده مستقبلي وانا حره فيه. ايوه يا حبيبتي، بس ما تنسيش ان ده ابوكي ومحسوبه عليه. ده الظاهر قدام الناس، انما اللي انا وانت عارفينه كويس ان مفيش اي صله بيني وبينه. يا عليا انت ايه يا بنتي؟ مش عايزه تنسي ابدا؟ انسى ايه يا ماما؟ انسى ان رماني انا وانت واختي، ولولا جد الله يرحمه يعلم مصيرنا كان هيبقى ايه؟ وهو ربنا سترها والحمد لله. بتنكشي ليه بقى انت في الماضي دلوقتي؟ ماما اقفلي الموضوع ده خالص، وبابا اللي فرط في حقوقي وانا صغيره ملوش اي حق فيا وانا كبيره، ده العدل يا ماما، وغير كده يبقى ظلم. مفيش فايده فيكي، راسك ناشفه واللي انت عايزه تعمليه بتعمليه. طالما في الحق هعمله ولو على رقبتي. انا بنت جدي يا ماما مش بنت بابا. كي دي بتاعه مهندس عمر عبد السلام، دكتور نبيل دانيال، مهندس رفيق حنا، والدكتور هشام. تمام. وديت لجايده وجانا وساره؟ وديت لهم. اوكي. وديت لليلين وامير شوقي؟ وديت لهم. اوكي. وديت لهبه واحمد وشريف النمر؟ وديت لهم يا ستي. تمام كده مش ناقص حد. اوعى تكون نسيت عبير الانصاري. اخ ايه؟ نهار ابيض. نسيتها؟ لا طبعا رديت لها. بتهزر يا جو؟ كنت هموتك. شكلك زي القمر النهارده. طب يلا نودي لهم الانفيتيشن بتاعتي. بقولك ايه؟ عندي ليكي خروجه تحفه النهارده. ايه؟ خروجه ايه يا جو؟ جو انت عايش حياتك عادي جدا ولا كان فرحنا بكره؟ خلاص يا ستي انت الخسرانه. اقعد حضر الفرح. ماشي. هاي. خش. لا لا شفتك. لا انا عايش شفتك. دول بقى ليكوا للذكرى. حلوين؟ قوي يا حبيبتي، مبروك مبروك يا نون، وتجنن مبروك يا جو. الله يبارك فيك. ده ذوق جو على فكره. وانا بقول ذوقها حلوه قوي قوي كده ليه؟ ده عشان حضرتك بتحبني بس يا انكل بتقول كده. لا من ناحيه انا بحبك، انا كنت بحبك. ليه كده يا انكل؟ بس انا عملت ايه؟ عملت ايه؟ ده انا مش طايقك يا راجل، ده انا بغير منك. اقصى عليك يا بابا، ليه كده؟ ليه كده؟ علشان هياخدك مني يا حبيبتي بقى، انا اتعب واشقى واربي، والاستاذ كده ياخدك كده جاهزه. ده عشان ربنا بيحبني بس، رزقني بناس كويسين كده زيكم. بس احنا مش هنروح بعيد يعني، احنا مع حضرتك على طول، وهنكون عندك على الفطار وعلى الغدا وعلى العشاء كمان. الله 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 الله، ده انت داخل على التلاجه دغري بقى. ربنا يسعدكم يا ابني. ايه ده ايه ده، احنا مش في الفرح على فكره، بتعيطي ليه دلوقتي بقى؟ كان نفسي شريف اخوك يحضر اكليلي. ايه ده صحيح، هو شريف متصلش خالص؟ ربنا يهديه يا ابني ويرجعه السلامة. طيب بمناسبة الاكليل بقى، انا عايزة ابونا بشوي هو اللي يجوزنا. اما يا نونو ده لو حصل يبقى ربنا بيحبك يا نونو. هتروح تجيبه؟ هروح اجيبه ايه؟ استني بس، ده بني سويف يا انكل. لا 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 مش كده يا ابني، ده راجل مبروك وشرف كبير قوي ليك انك تروح تجيبه بنفسك. ماشي بس امتى اروح؟ ده الاكليل بكره. ماليش دعوه، اتصرف. وبعدين يعني ما نشوف حد قريب طيب يروح يجيبه لحسن يتعب مني في السكه، انتوا عارفينه سنه كبير.
عشان خاطري يا جو، انا وعدها من وانا صغيره قد كده ان هو اللي هيجوزني. خلاص يا ستي، طالما دي امنيه يعني ووعد، انا هجيبه عشان بحبك. وانا كمان. ايوه كده، اسمع كلامها زي ما جوجو بيسمع كلام. ايوه. نورتنا يا ادم يا ابني. ربنا يخليك يا مهلا. مش انا بقى. ايه مالك ادم؟ في ايه؟ مش عارف مالي، ضميري وجعني كده فجاه. بقولك يا هنا، بصراحه يعني انا محرج منك، يعني بالنسبه للي حصل يعني على السلم لما حضننا بعض، يعني اقصد يعني لما انا كنت مخنوق وترميت في حضنك. لا عادي يا ادم، مفيش حاجه، احنا اخوات. اخوات؟ بصي هنا، انا طول عمري باصص لك كاخت، بس من ساعه ما حضنتك حسيت بحاجه. حاجه ايه يعني؟ زي ما يكون كده كل واحد فينا ساب حاجة عند التاني، صح؟ انت حسيت نفس الإحساس؟ لا أنا بكمل الجملة. كمل الجملة؟ طب اتفضلي بقى هاتي اللي أنا سبته. صعب يا آدم، مش هقدر أديهولك. شفتي؟ أنا اللي سبت حاجة. طب أنا لازم أمشي. مش عارف ضميري مال النهاردة. متستهبلش. بجد يعني انت حسيتي نفس اللي أنا حاسه؟ بس أنا خايفة يا آدم. من ايه؟ خايفه يكون ده مجرد احساس وهيروح لحاله، هو تعبانه بعدين. عبيطه يا بنت، انت مالك محساني ان انا رايح اخويا كده؟ يا هنا يا اما استني شويه بنتكلم على البنت. انا فاهم، انا بقول ايه كويس. خش انا لازم ادخل. بس بقى اطلع بقى يا ساتر. يا ساتر، الدوسيه ده ريحته بيض بالبسطرمه. انا اختي النهارده بقى فتكات عامله لي حته دين اكله محشي بورق الخس. يا سلام يا سلام يا فتكات. اختك اللي قول لي يا عموره، انت ليه ما اتجوزتش لحد دلوقت؟ بصحى متاخر. نعم. مش فاضي. يعني هتجوز امتى؟ وراك ايه يعني؟ مفيش، بالليل بقعد العب دومنه وطاوله، وفي الفجريه كده اروح داخل على النت بقى شات مع اصحابي كده. شات؟ وبعدين انت بتلفي وتدوري على ايه فتكات من الصبح؟ عاوزه حاجه؟ عاوزه تقولي حاجه؟ بصراحه انا جايبه لك عروسه. منين؟ ده انا جايب امبارح الخصايه بالتقسيط لاختي عشان تعشان بقى. منين انت، بتحلمي ولا ايه؟ لا، ما العروسه اللي انا جايبها لك عندها شقه في ارض اللواء ومحوشه لها قرشين. انت بتتكلمي جد؟ ايوه. يعني معاها فلوس كتير؟ ايوه، يعني مرتبك هيفضل ليك، وهي بقى مش عايزه منك اي حاجه غير بس شويه حنان. حنان؟ ده انا ما عنديش الا حنان. ده ربنا خد مني شعري واداني حنان ومشاعر، عمال كده مرمطهم على النت طول الليل. ايوه كده يا عريس. والعروسه ديت يعني عندها قد ايه كده؟ تلاتينايه؟ ستينايه. وفي ارض اللواء؟ دي ادم اللواء نفسه. وبعدين ان شاء الله دي اكتب عليها فين؟ في القرافه؟ واللي هيشهدوا على الجواز بتاعنا اتنين حانوتيه ولا ايه؟ الشر بره وبعيد، ما تفولش. فولش ازاي؟ يلا، دي واحدة ست، دي كانت ست. انت عايز تتجوزيها تورط فيها دي ولا ايه؟ الله، مادام في الفورمة ولسه بصحتها، المانع بقى؟ فورمة مين؟ اذكروا محاسن موتاكم. لا بقى، انا ما اسمحلكش ان انت تشتم حماتي. حماتك؟ اخصى عليك يا فتكات، يا خسارة العشرة اللي بيني وبينك، ده المكتب لازق في المكتب. عاوزة تجوزيني حماتك. عمورة، ده جميل عمري ما هنساهولك. دي مأجرة شقتها وقاعدة معانا بحجة إنها وحدانية. أنا قلت أجوزها بقى وتحل عني. حليها، خليها تحل في أي مقبرة جماعية بعيد عنك. حرام عليكي، يعني أنت عايزة تشيليها من دماغك وتحطيها على دماغي أنا؟ لا، مش عايز الجوازة دي. عمورة، أنا بهدي لك هدية.
دي عندها شقة وعندها فلوس ومش عايزة منك أي حاجة في الدنيا، ويمكن كمان تديلك. لا مش عايز أتجوز الست دي، مش عايز أتجوزها، أنا كده زي الفل، أنا عايش مع نفسي كده زي الفل. خلاص يا أخويا خليك مع نفسك كده زي القردة بوديل. قردة بوديل. اقعد اكل موز وزداني كده واتلطط على البلتكنات في الشقة براحتي. خلاص. سلامتك يا عم رامبو. الله يسلمك يا حبيب رامبو. اتفضل، كل سنة وانت طيب. ايه دي؟ هدية عيد ميلادك. دي بقى ساعة اصلي، مش زي المضروبين اللي بديهم للعيال. امسك. ايه دي يا ابني، ايه دي. خلاص هات ايدك التانية يا ابني. استنى، انت ايه بتشبكني ولا ايه؟ شكرا يا كيمو، بس انا مش هقدر اخدها. ايه القتامه دي؟ ده بدل ما تاخدني بالاحضان وتقول لي ميرسي يا صديقي على الهديه الحلوه اللي انت جبتها لي دي. ما هي عشان حلوه قوي وغاليه قوي، انا مش هقدر ارد لك واحده زيها. بعدين يا معلم كل سنه وانت طيب، الحلوه اللي انت قلتها دي والله عندي اغلى من 100 هديه. طب والله العظيم ثلاثه لما خدتها لي ادشها في الارض دلوقتي 100 حته، وانت عارفني بقى مجنون واعملها. وبعدين يا اخي ده النبي يقبل الهديه. البس بقى، بلاش بواخ يا ابني. ايدي يا مجنون. البس. طيب البس. اللهم صل عليك يا نبي. حلوه صح؟ بس دي مش اصلي يا معلم. فاهمك انت. ايه ده؟ ايه الحقيقه هلا؟ بص يلا مني اونلاين. ايه ده الواد وليد؟ لا سيبولنا بقى ندور عليه ونطلعه على المسرح يا معلم. يلا ندور، يلا ندور. خد يا معلم الساعه. انت فينك يا بنتي؟ بجد انا زعلان وقافش جدا جدا. ليه بس يا لولي؟ يومين ما اسمعش صوتك ومعرفش عنك حاجه، بتعملي ايه؟ بجد حرام عليكي. صدقني يا لولي انا بتقطع اكتر منك، بس كان لازم ابعد لاني بدات احس اني بضعف بضعف بضعف. ايه ضعفت؟ بقولك يا لولي مش هكلمك تاني. انا بصراحه حاسه ان انا بخون خطيبي، انا لسه ما فسختش خطوبتي، انا حاسه اني بخونه. الحق الزبوني تاني، شرف الزبوني تاني، شرف خالي. دوروا انت بقى يا معلم لانه عارف صوتي. يلا ندور، يلا ندور. متنطق بقى الله يخرب بيتك على بيت رماتك المخوخه، هتطير مننا المزه. هاي، ممكن اتعرف عليك؟ انت مين؟ انا مونيكا. مونيكا؟ انت مصريه يا مونيكا؟ نص مصريه ونص ايطاليه. اموت انا في الاسباجيتي، ده الليلة هتبقى صلصة. ممكن أسألك سؤال؟ اتفضل يا عسلية. دي قوي. هو أنت أنهي نوع من أنواع الرجالة؟ أي نوع إزاي؟ مش فاهم. يعني أنهي فصيلة من فصيلة الرجالة؟ فصيلة إيه؟ أنت بتكلمي كلب لولو ولا إيه؟ أنا فرعوني كوكازي. أوه كوكازي، أموت في كوكازي يعني نيازي. لا مونيكا انا مش اسمي نيازي، انا اسمي عامر. ما انا عارفه بس اكيد تصنعك شبهه قوي. زي مين يا مونيكا؟ خطيب المرحوم نيازي الله يرحمه. هو مات؟ بس انت شبهه قوي 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 وهو بيموت. وانا صوتي يدي على تربه ولا ايه؟ انت عندك كاميرا؟ للاسف لا يا مونيكا. يا خساره، الحلو ما يكملش. لو كان عندك كاميرا دلوقتي كان زماننا فتحنا وشوفنا بعض. بكره من طلعت الشمس هيكون فيها انا 5 كاميرات. بس توريني بقى كل حاجه. شكلك شقي وانا بموت في الشقاوة. لا انا كده على طول شقي. طب يا ريت بقى تفتح الكاميرا كده وتورينا حته. وريله الدبوس يا مونيكا، وريله الدبوس. مين دي يا مونيكا؟ دي هايدي بنت خالتي. سلمي عليها بقى وخليها توريني دبوسها. مش لما تجيب كاميرا الاول. بس بقول لك ايه، انا ممكن ابعت لك صورتي تسبيره. ورس وخوب نيل، ده انت حلو قوي يا مونيكا. لما انا مش هقوم النهارده بقى من هنا الا لما اشوف دبوسي كدبوس هايدي. كيسو حبيبي، كويس انك جيت. انا جيت الحمد لله على سلامتي. بقول لك ايه، كنت عايزه فلوس. فلوس ليه؟ مفيش، رايحه للكوافير وبعدين هعدي على ماما عشان اخد البنت. البنت؟ طب وايه اللي ودى البنت عند ماما اساسا؟
مفيش، كان عندي اوبن داي الصبح فماما عدت اخدتها من الحضانه. كمان يعني انت ما شفتيش بنتك من الصبح؟ في يا هشام، هي في الشارع دي عند ماما، وبعدين من حقي ان انا اخرج واتفسح ولا عايز نفضل محبوسه ما بين اربع حيطان يعني؟ والسواق الحيوان ده قلت لك تغيره لي قبل كده 100,000 مره. ليه؟ عمل ايه؟ 100 مره اقول له ما ينامش في العربيه وهو مستنيني عشان بيخلي ريحتها تقرف. كمان هتحاسبي الراجل على النومه؟ ده كتر الف خير انه ملاحق على مشاويري جنب شغل الداخليه. ده انا اللي اسمه السواق بتاعي ما بشوفهوش اصلا. خلي في قلبك شويه رحمه يا منال. حنيتك دي اللي هتجيبنا ورا. انا جعان. اطلب دليفري. نعم؟ هو انت كمان ما طبختيش؟ ده ايه العيش الزفت دي يا حبيبي؟ هي الخدامه مش نفسها يوم تاخد اجازه ولا ايه؟ يوم واحد بس يا منال، يوم واحد؟ ده انت الاسبوع كله ما بتطبخيش غير يوم واحد، وبعد محايلات ومناهدات ويا حبيبتي عشان خاطري بحب اكلك، بكره اكل بره، برجع من شغلي تعبان، مش كده يا منال؟ يا حبيبي اصل الطبيخ ده مزاج، وانا ما اتعودتش اعمل حاجه الا مزاجي. وانا مش من ضمن مزاجك يا منال؟ يعني هو الطبيخ اللي هيبين لك يعني غلاوتك عندي؟ امال ايه تاني؟ طب الاول ايدك على 500 جنيه لما ارجع ابقى اقول لك. 500 جنيه؟ فين مصروف البيت؟ اشتريت بيه جزمه فستان. ايه؟ هناكل طول الشهر جزمه فستان؟ ويا ترى هنحلي بايه؟ توك شعر؟ يا حبيبي ما عندك الكريدت كارد يعني، وبعدين الاكل يتدبر امره. لكن بصراحه الجزمه والفستان كانوا لقطه، ولما كنتش جبتهم كنت هبقى متضايقه قوي. ايدك بقى على 500 جنيه، يلا خليك حلو. خليك حلو وهاتهم وانا اقعد بايه؟ يا حبيبي انت قاعد في البيت مش نازل الشارع، لكن انا اللي نازله اشتري حاجات في الشارع، عايزني يعني اتبهدل قدام الناس؟ والله ما تشتريش عشان ما تتبهدليش. يعني افرض حصل لي اي ظرف طارئ في الشارع، ساعتها اعمل ايه وانا مرات هشام بيه مدكور بجلاله قدره؟ عايزني يعني اتحوج للناس؟ يا دي هشام بيه مدكور بجلاله قدره اللي عامل لي بلو في نافوخي، ده انا كرهت اسمي بسببك يا شيخه. يلا بقى خليك حلو هاتهم يلا. طب بصي انا هديكي 200 جنيه بس، اوكي؟ اقل من 500 نو. يا طب وانا اطلب دليفري بايه؟ افتح لك علبه تونه، وبعدين يا حبيبي الدليفري مش كويس عشانك، وبعدين انت تخنت قوي محتاج تخس. باي باي. هي بقت كده يا منال؟ علبه تونه؟ انا على اخر الزمن اكل علبه تونه؟ ماشي يا منال. ورد، والله ورد، خلاص بقى ما زعليش. وهزعل من ايه؟ يعني شاطر عصبت عليك امبارح، صدقيني اسامة عليا ضغط في الشغل غير عادي، حقك عليا. عادي، هو ايه الجديد؟ بص انا بكلمك ازاي وانت بتكلميني ازاي؟ أنا ما قلتش حاجة غلط، أنا قصدي يعني إن أنت دايماً مشغول بس كده؟ أنت شايف حاجة غير كده؟ أنا شايف إن أنت متغيرة حبتين من ناحيتي. مش أنا اللي اتغيرت يا سيف، أنت اللي اتغيرت. سيف الحديدي عمره ما هيتغير أبداً، عمره ما هيتغير يا سيف. بتهيألك. بص لحياتنا كده من بره، أنت هتعرف الفرق. مالها حياتنا؟ زي الفل ايه؟ من بره ومن جوه. وألف واحدة تتمنى تعيش عيشتك دي، بس انت بقى اللي عاملة نفسك مش واخدة بالك. بطل بقى. بطل بقى تفكر في نفسك بأنانية وبس. فكر فيا شوية. فكر في إحساسي، في مشاعري. مشاعر ايه؟ والورد ده ايه؟ مش مشاعر ده؟ مش بالورد يا سيف بيه. أمال بإيه؟ بالحب. بالحنية. بالمعاملة الطيبة. بقولك يا سيف، أنا تعبانة وعايزة أنام. نعم، 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 نعم